مشاهدي الكرام، ننتقل إلى محافظة دهوك، حيث تم عقد جلسة نقاشية لتنفيذ قرار 1325 في العراق الصادر من الأمم المتحدة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من هناك مراسلنا بيوار دخز ليحدثنا أكثر. نعم يا بيوار، مساء الخير، تفضل. نعم، تحية طيبة زملائي. تأكيد يعني في هذا المكان هناك جلسة حوارية مفتوحة لمجموعة من الناشطين من كلا الجنسين. الغرض من هذه الجلسة هو مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة قرار 1325 الصادر من مجلس الأمن الدولي بخصوص المرأة، المتعلق بالمرأة والسلام والأمن. هذا القرار الذي تم الاعتماد عليه عام 2000، وبما أن العراق من إحدى البلدان التي وقع على هذه الاتفاقية وهذا القرار، فلا بد له متابعة هذا القرار و تنفيذ هذا القرار. في العراق نحن في مرحلة الخطة الوطنية الثانية التي أطلقها رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة هذا القرار. في دهوك أيضا هنا جلسة حوارية لمتابعة هذا العمل، معي الآنسة هدى رأفت مديرة مشاريع جمعية نساء بغداد في دهوك. ست هدى، يعني حدثينا عن هذا النشاط وأهداف هذا النشاط. شكرا جزيلا حضرتك. طبعا احنا نشاطنا ذكرى تأسيس 21 لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة المرأة والسلام والأمن. هذا القرار هو عملية تشاركية ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لتعزيز دور النساء والفتيات في حفظ السلام وحل النزاعات في جميع النواحي المجتمعية وخاصة في طاولات المفاوضات. طبعا هدف النشاط هو لمناقشة دور منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية في الخطة الثانية لقرار مجلس الأمن الدولي ضمن مشروع طبعا وينفذ هذا النشاط ضمن مشروع تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة المجتمعية في العراق بالتعاون مع جامعة دهوك وبالتعاون مع شبكة متطوعي بناء السلام وبالدعم من الاتحاد اللوثري العالمي. ست فدى، يعني دور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال يقتصر على الدور التوعوي أو متابعة بنود هذه الاتفاقية، عدا هذا بماذا يتضمن دور المنظمات المجتمع المدني؟ يتضمن دور منظمات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الخطة من قبل المؤسسات الحكومية، أيضا يتضمن دورهم في الجانب الإعلامي وحملات المناصرة خاصة المنظمات النسوية التي تعزز حقوق النساء. وبما أنه هذا القرار هو يتعلق بحقوق النساء والفتيات في المجتمع من جميع الجوانب، لذلك أنه دور منظمات المجتمع المدني يكون مهم جدا بالتعاون مع المؤسسات الحكومية. هدى رأفت، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. زملاء، يعني حاليا كما ذكرت في بداية المداخلة إننا حاليا في المرحلة الثانية من الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ ومتابعة هذا القرار، وتمتد هذه الخطة من 2021 هذا العام لغاية 2024. تتضمن هذه الخطة العديد من المحاور والركائز التي تصب جميعها على دور النساء في المجتمعات، خاصة المجتمعات ما بعد النزاعات. على ما يبدو الجلسة قد بدأت، وأعود إليكم في الاستوديو. نعم، بوارد خواز من دهوك، شكرا جزيلا لك.